السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيف زاف اللي هو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوجه رسالة قوية لجمال بالماضي. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة ويلا نشوف شو هي. زيف زاف يوجه رسالة قوية لجمال بالماضي، يقول: العمل الذي قام به جمال بالماضي خلال 4 سنوات كان في صالحه، وبالتالي فإن التجديد له كان منطقياً. هناك نوع من التكامل بين مشروع الاتحاد الجزائري ومشروع جمال بالماضي، الخيار الأنسب بالنسبة لكلينا كان مواصلة العمل معا. لقد أكدت في مرات عديدة أن استمرار بالماضي كان مبنيا على تفاصيل موضوعية، ونأمل أن تحقق أهدافنا المستقبلية. طبعا هو الأنسب لكلينا احنا الاثنين بهذا المعنى. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وانتظر آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.